دابا حنا في كورنيش ديال المضياق. يوم نهار الاحد كيكون شي حاجه عامر، نورمالمون كيكون خاوي على هيدا الا تشوفوا. المهم هي المضياق، صورنا لكم المضياق في فصل الشتاء، هادشي واعره. هذا حنا في كورنيش دابا، هذا السنترفيل، هنا كاين السنترفيل، كاين الاسواق والمطاعم والمرصد جهاد الله كما تشوفوا. والله هذيك اللي قلت لكم كان سميتها طابل دو مارشي ورجعت اسمها لا فيزو ولا شي حاجه بحال هكا. كيفاش شفتوها انتم دابا في السينماتيك، هادشي ما كاين. غنزيد نصور لكم ان شاء الله اماكن اخرى، باقي ما جي ان شاء الله في الصيف غنظهر لكم، ان شاء الله في الصيف غنظهر لكم مواطع اللي تقدروا تبحروا فيها وتقدروا نعد لكم فلوغات واعر على المضياق. كاين بزاف الناس اللي يجيو المضياق هنايا ما كيعرفوش اللي يمشيو كيفاش يستغلوا الفاكونس ديالهم. ان شاء الله نظهروا لكم احسن اماكن فين تتقداو، فين لكم تعوموا وتبحروا. كاين بزاف البحوره، عندنا بزاف ناد الشواطئ، كل شاطئ باش كيتميز. كما كتشوفوا اخواتي احنا في المرسى ديال محطة الدويرة. اليوم مشينا شي حاجة معطلين، كما كتشوفوا هي المرسى الجهة. اليوم مشينا شي حاجة معطلين، جبرنا الدنيا عامرة. شوف اخواتي انا كبركو، الزول ما قدرتش تطلع نغطي الكاميرا. دابا كنظهر مزيان زعما. تبارك مسكينه من العمق، دابا تفلت له اللي انت مرا كامله. ماما خواتي حنا ضربنا واحد شويه اليوم، واحد شويه واعره. ان شاء الله شي فلوق كنوري لكم هاد شويه اللي كاينه طيب صورناها. شنو ما صورناش كامل حتى الكاميرا بدات تقاد لنا الشارج، صورنا بها بزاف اليوم تقاد لنا الشارج وما كملناش ما كملتناش. ان شاء الله مره اخرى غنرجعوا غنضربوا شي شويه وغنصوروا لكم ونعدل لكم ان شاء الله شي فلوق على المرسى. احنا دابا ماشيين خارج من مرسى، نوريكم واحد المنظر واعر من هنا. المهم اخواتي حنا دابا دخلنا في مرسى، هذا هنا المقطع ديال الباطوس واللانشات اللي يمكن ديال الصيادة اللي كتشوفوهم. ها هي الباب ديال مرسى، الباب ديال مرسى اللي تشوفوها. ان شاء الله دابا نعدو واحد الدورة في وسط الرينكوم وغنطلعو بحالنا. الساحة هذه في وسط المرسى، كاين هنا كاين قهاوي وكاين المرسى ديال الجاطيات ديال سميتو اللانشات، حنا كنقولو اللانشات الباطوس. هنا قرابين، هنا كاين المقاهي و لي ريستو.
نفس الصيف كتكون واعره هنايا. وحنا جوزنا الجهه التحتانيه نهضر لكم شي حاجه على الديكورايك طاب الدومير اللي غدار من لهنا، عرفتي واش كتزوم من بعد نوريها لكم. وهادي دخلنا لا جبرنا عدلوا له شي اثمنه جد مناسبه. كنت كنعرف لها بان الدخله ديالها غاليه، حتى شي واحد الصيف كنت دخلت لها، ماشي دخلت لها يعني بغينا ندخلوا، سقسينا جبرنا بانها غير سميتو الناس كيبقى تشوف غير باش دير عدل غير الريزيرفا الموطا خصك 2000 درهم عاد ديك الاثمنه اللي خصك تخلص على شي حاجه اللي كليتي. دابا جبرت تفاجات بان كاين الاثمنه جد مناسبه. انا دابا نمشي نوري لكم هذيك الطابلو اللي عادلين، نمشي نوري لكم الاثمنه اللي عادلو جديده حقيقه. والحاجه الثانيه كان رجعوا كيخليو الناس يدخلوا لداخل يصوروا، كتشوفوا الناس داخلين داخل شحال هذه كان كيبقى واحد الكاردبور لهاه داك النخله هنايا ما كيخليش الناس يدخلوا، حتى تكون عندك واحد الريزيرفاسيون. هذيك سولنا قال تقريبا شي 2000 درهم وكنعرفوا الناس كنعرفوا الناس سبق لهم دخلوا تما ونزلوا اموال طائله جدا كتشوفوا. مفاجاه دابا مفاجاه بان الاثمنه حتى الاسم ديالها تبدل، ما بقاش اسمها طاب دو ميغ، هما الاثمنه شوفوا الاثمنه مسقسينا يعني بالاثمنه. استغربت ان عدلين هنايا تغزلت تصويره تصويره ديال تغزل. شوفوا الاثمنه يعني تقدر تجبرها في اي ريستو، حتى الاسم ديالها تبدل ما بقاش طاب دو ميغ، رجع اسمها لوريزون. داك الدهاركم من لهنا هنا نزوم لكم تشوف الدهاركم من هنا، هي كان اسمها طاب دو ميغ، خلنا سيكوريتي بان كان الاسم ديالها كانت شابرا شي شركه ودابا شركه واحدة اخرى. كنتمنى يكون هاد الاثمنه بصح، الناس كنظن تشجع تدخل داكور. ان شاء الله شي نهار نعدي لكم شي فيديو على هذا المطعم، نشوف واش كيستاهل ان ندخلو. حنا دابا في السونتر، حنا ماشيين دابا نعدل لكم شي تصويره من ديك القنطرة اللي نورمالمون ما كيدوزو منها الناس. ما عرفتش واش الصوت ديالي كيتسمع في هاد الصداع هذا، حيتاش الناس الناس كيدوزو قدام كيبقى يشوفوا فيك في التصوار كتجي لهم غريبة. مع اليوم السبت والحد الناس اللي ما خدامة ماشي كتخرج من عامرة اليوم بداتهم هو مزيون، الناس كتخرج تفوت شوية يدوروا يشوفوا. كتشوفوا هنا لكن لكن باش نوريو هي القنطره اللي قدكم، كاين منا جوج هنا في المضيق، ما عرفتش واش كتسمعوني مزيان، كاين منا جوج تمام. نطلعوا لا دابا باش نشوفوا تشوفوا المنظر من فوقي واش كيظهر. المهم حنا دابا فوق القنطره، كاين جوج قنطرة بحال هكذا، كاين واحده هذه وكاين اخرى راه هي اللي كتظهر لكم، راه هي كاينين جوج كما كتشوفوا. المهم هنايا هذه الطلعه للجهه ديال تطوان، وهذه هي الجهه ديال فنيده، هاي البشويه نورمالمون هذا هو السنتر بيل. السنتر بيل هنا كتبدا
هذا الرومبوا اللي كيدخل في السنتربيل كما كتشوفوا. هاد القنطره للاسف كيوصفوها بزاف، كيجيو هنايا الشنكاره في اخر ساعه كيباتوا فيها كيبقاو يوصفوا هنايا، واحد الريحه واحد الرائحه شنقول لكم ما تقدرش تسير اذا طلعتي ولا هو تيخصك تقطع النفس. واش كنحاولوا كنتمنوا ان شاء الله يتحسن الوضع. هنايا كاين بشاويه وباري بوسطة، اذا قال لكم شي واحد المطاع حدا البوسطة، هي البوسطة ديال المضيق هنا البشوية، ومورا البشوية كاين الوقاية المدنية، يعني نورمالمون هنايا فين كيتلاقاو الناس، ويعني هنايا بحال نقول لك هنا السونتر فين كاين فين كينزل الطاكسي وفين تقدر تجبر الكرا في هاد المنطقة هادي كما تشوفوا. هذا أكثر مطاع يعني اللي معروف، يعني هاد المطاع أكثر ازدحاما يعني سخانة، راه هي القنطرة اللي صورنا منها دابا عاد اللي كتظهر لكم لهنا. هنا هذيك الرومبوان نطيحو شحال هاد الضو، هنا هذيك الرومبوان بارك البنك الشعبي، وهنا كاين هذيك باركي باركي الكبير اللي كاين في وسط المضيق، وهنا كاين ديال الطاكسيات، هاد الطاكسيات اللي كيوقفو شفتوهم، وهذا هو الشارع اللي كيطلع تن السكة ولا الشارع الكبير اللي كاين الفوق اللي كيقسم المضيق على جوج. هذا هنا المطار نورمالمون هنا فين كيكونوا السمساره ديال اللي كيكريو الديور السمساره، هنا يعني المطار هذا في السخانه كيكون اكثر ازدحاما. المهم هي الجهه ديال الطاكسيات اللي وريتكم قبيلاتي، وهذه هي البومبا، ها هي الوقايه المدنيه. انا دابا داخلين السونتر فيل تشوفوا هنا كاين الاسواق وكاين مطاعم كاين كلشي من هنا كما كتشوفوا. هذا تشوفوا من هنا كاين من اخواتي، هذا المطاع ديال البال ديال الترابو اللي كنقولوا في شاميه الترابو، هنايا كيجي اون فاس ما تسال اللي ورنا لكم في الاول الجهه لها كاين الوقايه المدنيه، هنا الطرف الاخر شوفوا من هنا